وسط العوامية كانت تتألف تقريبا من 480 منزل. المنطقة كانت منطقة قديمة ومكتظة بالسكان، الممرات فيها كانت ممرات ضيقة. الحقيقة الحياة كان فيها يعني صعبة. تعويض الساكنين في المنطقة بما يقارب 800 مليون ريال، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل تم عمل تصاميم متكاملة للمنطقة لتحويلها إلى منطقة جذب. ولله الحمد هذا الموقع اللي شفتوه اليوم على مساحة 180 ألف متر مربع، ويحتوي على عناصر منها المركز الثقافي والمبنى التراثي، ويحتوي على الأسواق الشعبية، كذلك يحتوي على الحافظة والمصممين على مجاري وعيون المياه،